فقط الفسيخ اللي انتم بتحبوها وبدل مع خليل وهايا. بصوا يا جماعه الخير، خليل زي ما انتم شايفين لابس جاكيت ابيجيكا تحته اسوجيكا. أيوة. انا شايفه في مجهود كواحد جاي للعمل ده، العمل بتاعه شايفه مجهود. شوز ابيجيكا ولا كولرز حلوه؟ هايا يا هايا هايا يبقى ابيجيكا على اسوجيكا، والجزمه جرينش عشان ما تبقاش ايه زي خليل. في اختلاف في هذا البرنامج بس الناس شويه وصاحيه ويعني وبتعمل مجهود في الملابس. اعطيهم 10 من 10 قسم بالله. يا جماعه يعني خلونا نرحب ب امينه حسين. ساتين، موضه، مسلسلات، جوسبس، قادره تجمع كل هيدا بقالب كوميدي بيضحك الكل. امينه حسين يا جماعه هي مش محتاجه ان احنا نقدمها، هي اصلا فخامه الحضور تكفي. بس امينه نفسها حاله هاله كده وطاقه بتعوم المكان اللي هي بتكون فيه. يعني انا عايز اقول لكم والله من اول ما دخلت الاستوديو وفعلا الدنيا اتغيرت 180 درجه. امينه خلينا نشوف هيدا الفيديو الصغير عن محتواك. تمام يلا. فقط في الشيء اللي انتوا بتحبوه، فقط في الشيء اللي انتوا بتحبوه، فقط في الشيء اللي انتوا بتحبوه، فقط في الشيء اللي انتوا بتحبوه على الضيق تبع الاوسكارز. سر من عصا هي مقتبساها من العروسه السوبر ستار جهيا بتاع. لا يا روبي مش كانت ساعه ابدا. صفر من عشره يا حبيبتي، مليون من عشره لهذا اللوك. حساء لوك الطاووس. لا كده انت كنت بتكهربي جوه. ام سور ام ورست. انا همشي بالفستان ده بعد كاتس. والعيال طلع عندهم باسبورين، يعني مش باسبور واحد، ودي هي المشكله. لان العيال ينفع يقعدوا هنا ينفع يقعدوا هنا ما شاء الله، وباسبورتاتهم مهمه جاتس بريطانيه وامريكيه. يا ريتني كنت انا الواد ده ممسوك عليه حاجه فيديوهات بقى مش عارفه. انا مقلقه بس يا جماعه انا مش مقتنعه ان هو بيحبها لانه الموضوع ما جاش نشره. يا جماعة أمينة حسين هي طبعا واحدة من صناع المحتوى على السوشيال ميديا اللي دمها خفيف جدا 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 جدا، اللي بنبارك لها على جائزتها الأخيرة من تيك توك واللحظة اللي كانت مؤثرة جدا. مبروك. أنا عايزة أعيط. الله يبارك والله تستحقي. كل ما أفتكر عايزة أعيط، كل يوم أفتح الفيديو كده عشان أفتكر الإنجاز. لا تستحقيها بجدارة والله. شكرا بجد. أمينة بدي أسألك إنه أنت كيف يعني وصلتي لجائزة الإنترتينمنت كريتور أوورد لعام 2023؟ انا السنه اللي فاتت نقلت دبي وقلت مفيش بقى انا هركز على المحتوى. كنت بنزل 3 فيديوهات في اليوم في كل البلاتفورمز، وكان اكتر حاجه تيك توك لان انا الجايزه من تيك توك وانا بدات في تيك توك. فكنت بنزل فيديوهات كتيره جدا والاخبار بصراحه كانت مساعداني لان الاخبار كانت كتير. الاحداث بتاعت الفنانين بصراحه لا انا كل ولا انا كتير شغالين بالظبط، شغالين 24 ساعه كل يوم كل 5 دقائق اخبار. فالناس كانت بتتفاعل كتير فده اللي وصلني للجائزه. طب احنا عايزين نوري الناس برضو الفيديو بتاع الجائزه. بتاع الجائزه يا جماعه شوفوا هي ازاي اتاثرت واتفاجئت في نفس الوقت. يلا بينا. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I come and I go. ويا جماعة الخير النهاردة هنقيم أداء الله هنقيم أمينة ولبسها. هنقيم أمينة. لا 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 شيك شيك والله. أول ما لقيت الناس بتقول اسمك أنا شايف طبعا فرحة كل الناس اللي كانوا قاعدين كلهم حابين الموضوع. أول ما لقيت ان انت في جايزه من تيك توك حسيت بايه ساعتها؟ عارف السؤال تقليدي بس هو لا لا انا فعلا ما كنتش مصدقها بس انبسطت قوي وعيطت بقى اللي هو فاينلي التعب اللي تعبته الناس شايفاه لان انا كنت فاكره انا بتعب ومحدش شايف. ففكره انه تحس انه التعب بتاعك بينج اكنولدج ده الناس واخده بالها من من اللي انت بتعمله. لا يعني فرحت جدا. انا لسه فرحانه الجايزه بنام جنبها ما اعرف ميسي. تعالي يا حبيبتي. اه بجد فلا فرحانه قوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدي اسالك انت يعني فول تايم صانعه محتوى ولا بتعملي شيء ثاني على جنب؟ لا انا بشتغل. تشتغلي؟ كيف قادره تعملي البالانس انك تقدمي هالمحتوى الكثير حلو بس بنفس الوقت تكون عم تشتغلي؟ انا لو قعدت صانعه محتوى بس في البيت اكل العيش يا بنت هذا والاكل العيش فعلا. فلازم لا يعني انا بصور الكونتنت بتاعي بتاع الاسبوع
وبنزل بقى كل حاجة في وقتها يعني. بصراحة شغلي برضو في السوشيال ميديا، فبالتالي مش يعني في نفس المجال، فأنا عارفة أنا بعمل إيه يعني لحد ما. في حفلة تيك توك كان في طبعا كله جاي متشيك ولابس الحتة اللي على الحبل زي ما احنا بنقول يعني. كله كان مستحمل. كله كان مستحمل حمام العين. احنا بما انك عودتينا دايما على ان انت اي حاجة فيها ريد كاربت وحفلة بتقيمي كل اللي موجودين، في بعض الصور احنا هنعرضها مع بعض دلوقتي اوكي وهتشوفيها، لكن قبل ما الصور تطلع في فيديو هنشوفه ونرجع تاني اوكي. يلا اوكي. عطينا تعليق من عندك انه انت بالنسبه لك شو هو احلى تصميم او احلى اوتفيت في الصور اللي هنشوفها في الفيديو اللي احنا شفناه ده في الفيديو ها ولا ندخل على الصور على طول؟ لا نشيط الصوت بتاعته كانت مختلفه يعني شويه جايه اورنج بتحب انت كده يعني عشان احنا تيك توك ايوه ماشي بس احنا ما هو تيك توك تحس ان احنا عايزين جنون عايزين الجنون مش انه ريد كاربت او انه جلوبال هيدا احنا بنشوفها دلوقتي يعني الستايل المختلف شويه عن الراجل ذهبي شويه وغيث برضو غيث البدله بتاعته حلوه هاي كلاسيك يس يس هو احنا يا جماعه بنلبس بدله واحده في كل المناسبات يا والله يوم اصحابي قالوا لي كده فعلا الولاد ده حقيقي احنا يعني اكتر الناس ما بيفكروا ان احنا نقعد من شهر انا فضلت امشي سنين عشان الاقي اللي انا لبسته ده لما صاحبي بقى راح جاب البدل دخل المحل ايوه بدي ايه بدل بدل دي بقى بجد ايه ده احنا ايه بنطلون على ايه خلاص بقت بدله ايه الحظ ده احنا ليه عملنا كده في نفسنا يا بنات انتوا بجد عذاب ما نعملش كده طيب يلا بينا نشوف الصور يلا اتحمست الله يا انا لسه شايف الصوره دي امبارح اسلام وغايث وساره اسلام افرو اون بوينت وغايث برضو بس انا عاجبني درجه البنك الجهيا لا والنضاره البنك الفاتح هو اسلام عودنا على النضارات دي ايوه أصلاً. ايوه هو لازم نضارات وكاركتر اسمه اتش دبور ايوه بالظبط لازم يدينا الحته دي غايث مروان وساره فاهم عايشين في قصه حب في الريد كاربت اسلام جغطى تحسون وان ايتم ايوه فلا غايث وساره ندي اسلام كم من 10 ده 10 وندي غايث كم من 10 لا 10 برضه برضه انت عشان صحابك هتجمعوا لا والله العظيم هيموتوني لو شافوا اللقاء وساره عاجبني قوي الجليتريش وكلاسي لا والله عظيم اوكي الناس عملت مجهود نوراء ورغدة ونويل يارا بومنصف اوكي يارا بومنصف بتاعها اخجاري كظبطاه لو كانت عامله حاجه في شعرها كاتس لا 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 انا عجبني الدرس بتاع يارا ومين عشان انا مش شايفه الصور يعني مي يا جماعه نقرب هنعرف نقربها يعني انت شايفه احلى صوره في الخمس بنات عجبتني الالوان الالوان والاحمر حلو. الفستان الاحمر ده تحفه بجد احمريكا كيجو على الاخر ريد كاربت على الاخر لا 10 من 10 الناس كلها يا جماعه على فكره انا عملت فقره الفساتين في الريد كاربت هناك كل الناس لابسه حلو انا اتضايقت عارف ليه ما عرفتش امسك حق احنا العرب بنعرف نلبس عنا 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 ذوق بس انا حبيت كيف انه ما في ما تركتي ولا لون ما عملتي له احمريكا اختاريكا وكله كان جميل على الاخر يعني احنا هنشوفك مثلا بتقدمي الفساتين في مهرجان القاهره ولا الجونه ولا انا قدمت مهرجان القاهره الجونه عايز اروح الجونه بقى عايز اروح الجونه بقى بسرعه استاذ نجيب سوير امين طيب امينه لو 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 احنا هنخيرك اوكي ان انت تعملي محتوى تاني غير تقييم الفساتين والبدل والمشاهير مشاهير العالم ممكن تعملي ايه ستاند اب كوميدي بقى اوبا انا بشجعك انا عملت كنت بعمل ستاند اب كوميدي شوز وبعدين لما جيت هنا وقفت فور ذا كونتنت بس بفكر ارجع بفكري بفكر لا لازم لازم هنا بقى في دبي شوف لك محل هيك يعني عن جد والله يعني ستاند اب كوميدي ماكسيم وبشوفك كمان عم تمثلي بشوفها عم بتمثل تخيل لو انا مثلت حاسه دي فكره جميله كاركتر والله مخرجين اكشن يعني
خارجين اكشن، اعمل لنا هيك رياكشن شي شي شغله هيك. نحن هلا نحن بدنا نقيمك، اعمل لنا كده اي حاجه ورينا بتعمل ايه. انت مذيع، طب ما تقدم لنا ورينا كده بتعمل ايه. رياكشن تمثيلي، نحن لازم نقيم لك التمثيل تاعك. ايه عايزاني اقيم؟ اعمل ايه؟ انا 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 شاب وجاي ومعجب، وانت مش يعني مش مهتمه. طب بالظبط، انا مش مهتمه خالص. يعني طب يعني اديني من وقتك ولو دقيقه. ولا اقدر. طب اقول لك اي حاجه؟ مش قادره خالص نتكلم. انا مشغوله. طب اتعرف. انا واحده فائزه بجائزه. اوكي. فما بضيعش وقت. طب اجي اتقدم لبابا؟ لا 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 خالص، لا الباب مقفول. طب انا عندي هلا هلا بدنا ننقل للمشهد الثاني اللي هو نشوف قديش انت شاطره. دقولك دقولك ليخبروك. طب نشوف بقى انت شاطره ولا لا. دقولك ليخبروك انه السمكه اللي عندك البت توفت. اوف ليه كده؟ ليه كده؟ يلا عامل زي محمد رمضان، هعيط من عين واحده. لا انا مستحيل اعمل حاجه حزينه زي اللي هو. لا 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 احنا مش عايزينك تعمل حاجه. لا احنا هنعمل كوميدي، لو هنمثل نمثل كوميدي. ايه الحاجه اللي عند امينه ولا حد موجود على السوشيال ميديا ولا حد من المتابعين واصدقائك الموجودين على السوشيال ميديا يعرفوا عن شخصيتك؟ يعرفوا عن شخصيتي؟ حاجة الناس ما تعرفهاش. اكسر. ايه ده؟ الناس عارفة عني كل حاجة. يعني هتلنا تركة صغيرة كده. على فكرة مرق علينا هيدا، انا كتاب مفتوح وما بعرف شو. ان انا احيانا لما بخرج كتير ايام ورا بعض ببقى حاسة ان انا في يوم عايزة اقعد فيه في البيت بقى، ما بردش على حد. واحيانا ما بردش على الناس. دي حاجة وحشة، مع ان انا انسان اجتماعي. لا مش تكبر مني يا خليل، في ايه؟ ما انت كلمتني ورديت. مش تكبر بس على فكرة، انا بوافق، لانه انت اذا عندك اسم الله عندها طاقة كتير كبيرة بالظبط، فبحس ان الطاقة دي بقى عم تخلص مني. بس ما بدك تشحني كمان بقى، فاللي هو بحس ان انا عايز اقعد حدش يكلمني، مع ان انا بحب الناس وبحب انزل. لا بس لازم الفيشة تتشال يوم بقى. تاني يوم بنزل عادي، بس هو يوم اللي هو انا عايز اقعد اتفرج عادي. ممكن الناس ما تعرفش الموضوع ده. يا جماعه احنا يعني انا وامينه مش محتاجين ان احنا مثلا نظبط ميعاد ان احنا نتقابل فيه. انا وامينه بنتقابل بس. يعني احنا نتكلم بالتليفون بالله كل مره، ما بينفعش نظبط اصلا. حاسه احنا لو ظبطنا مش هنشوف بعض. احنا كل مره خليل بيجي من ورا. امينه ايه ازاي؟ قرر اللي هو عارفه ان انا رايحه الايفنت ده اشوف خليل، ببقى مجهزه نفسي. لا لا والله ببقى مبسوط جدا جدا.